أنا صفا من العراق، جيت على تركيا، تعرفت على الستيفين كلينيك عن طريق التواصل الاجتماعي، وتواصلت مع فرح، كانت مستشارتي الطبية، كانت كتير روعة صراحة، سهلت علي كتير أمور. بتشكر كتير الهاسبيتال، الجروب كانوا إزن فاميلي، ما كنت حاسة بالغربة بالمرة، كانت تجربة كتير حلوة. بتعقد الدكتور كان بيعقد، بنصح كل المرضى وكل اللي حابين اللي خايفين يعملوا عمليات تجميل، بنصحهم يجوا عند ستيفين كلينيك عند دكتور أكون.